بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. من كل جال ننعاك وتبكي عيون، ننعاك وتبكي عيون، وتبكي عيون رجال، ويبكي عليك الشعب ويذرف دمع أطفال. أما الخسيس اللي طعنك هرج بطال، تافه ولا يسوى مسمار جوا نعال، ولا حتى بين الظلم يسوى كعب رجال. خاين وأكلب من خاين، خاين وأحقر من خاين، امراوغ ودجال. الله أكبر يا عرب، الله أكبر يا عرب. شوفوا الزمن ميال، لا همك وشرف ومجد، لا همك وشرف ومجد، ولا همك هالحال. من كل واحد خانك راح يلعن فيهم قائدهم، راح يلعن فيهم قائدهم، وراح يلعن فيهم سجانك، راح يلعن فيهم سيدهم، راح يلعن فيهم سيدهم، ويلعن فيهم كل من هانك، يلعن فيهم كل من سبك، يلعن فيهم كل من سبك، وكل من شجب، وكل من دانك. عزيز عايش في زمن كله مذل وعار، يا رب ندعي واسألك، يا رب ندعي واسألك، ترحم عزيز الدار، ترحم عزيز القوم. يا رب ندعي واسألك، يا رب ندعي واسألك، يا رب ندعي واسألك. زعم العرب تنهار، زعم العرب تنهار، زعم العرب تنهار، ما ترحم فيهم ولا خاين ولا كلب ولا غدار. يا رب ندعي واسألك، يا رب ندعي واسألك. من حارب الأغراب، لاني أنا الفارس مسجل في 1000 كتاب. قولوا لحكام العرب، قولوا لحكام العرب، كل واحد في الحساب، قولوا أنا ما غبت. قولوا لحكام العرب راح تندموا يا كلاب، قولوا لحكام العرب راح تندموا يا كلاب، قولوا لحكام العرب راح تندموا يا كلاب.